مشاهدينا، العديد من المعلومات حول تفجير الطائرة العسكرية التي سقطت خلال الأيام الفائتة في محافظة مأرب تتابعونها، وتفاصيل أخرى مع المتهم الأول بتفجير الطائرة في لقاء حصري لقناة آزال. عندي الدلائل، طلبتنا عبر الشيخ حمد بن علي بن جلال، طلبتنا تحقيق في قضية الطائرة، وقلت الطائرة لا تدري مكانها، يعني في خلال 4 أيام 5 أيام والطائرة مشلحة، ما ادري اي ايات شلتها الدولة اخبر، وانا طالب الدولة بالتحقيق في قضية المشعب رحمه الله، وانا اتمنى والله الذي لا اله غيره ومشو خوف الله من احد، وانما واجعه من قلبي على قايد صديق معي صديق حميم، واني اتمنى ان لو واحد من اخواني او حتى نفسي يعني في ذاله، لان هذا الانسان الوحيد الذي ما سعى يوم المشاكل من مسك القيادة يحل المشاكل بالسلم، فاستهدفوه باسم قضيتي، تحطم الطائرة تحمل 11 شخص، ما المسؤول عنها؟ 11 نفس، 11 يعني إنسان، أنا ما عندي استعداد لهذه القضية، وإنما أنا طالب الوزير وطالب الرئيس، يستجيبون الناس الذي هما لهم أيادي في القضية أو متهمين، والإعلام مع احترامي للإعلام ينشر أي اسم يجي، ومع احترامي لبعض الناس اللي ما عاد اذكر أساميهم، وشكرا.